يوسف حبيب خالته. خالته الرواء أنا بحبك كتير كتير كتير، يا ريت إذا تيجي علينا. يوسف جميل مش شكلا بس، روان لما وصفته قالت أبيضاني وحلو شعره كيرلي، مش بس إنه أبيضاني وحلو شعره كيرلي الوجه، شعره كيرلي وأبيضاني وحلو. يوسف كتير حنون، طفل لا مش عادي، صغر سنه لكنه بفهم، لماح، عنده خط جميل، المدرسة لما كان يكتب أنا أقعد أقول له خالته حبيبي أنت خطك حلو طالع لمين؟ يوسف زي ما إحنا بنقول دلوع أمه، المرافق لأمه في كل مشاويرها، يعني روان كتير متعلقة فيه لأنه آخر العنقود عندها، هو بحبب بحاله يعني حركاته، كلامه، نظرته إلك، أنت يعني لما شوف طفل هيك هو يوسف بتطلع لك بنظرة كلها حنية، يعني أنا بقول بالأحداث اللي صارت يوسف حبوا الشجر، حبوا الحجر، الطير حب يوسف، الكون كله حب يوسف. بصراحة ما كنا نتوقع إنه يصير شيء عند أهلي، يعني يصير شيء عند إخواتي، لأنه روان في خان يونس وعندي إخوة في منطقة الوسطى الدير، فإحنا 24 ساعة فاتحين الأخبار إنه إحنا وين القصف، عند بيت مين، طب في أي منطقة. لما صار القصف على خان يونس كلمتني أختي بتقول لي رواء في قصف في خان يونس لدار أبو موسى، وأنا بحاول أتواصل مع روان وطبعا الخطوط سيئة جدا. قلت لها طيب إيش يعني، في إشي، حكوا أسامي، حكوا، طب يمكن مش أبو موسى روان يعني. اللي بتقول لي لا في المنطقة اللي عندهم. رغد اتواصلت مع أبو يوسف فقالها القصف عنا، فروان رغد أول ما سألته عن أختي عن روان قالت له روان كيف، منيحة؟ قالها روان منيحة وإحمد منيح وجوري منيحة، بس يوسف استشهد. لا ما صدقت، حلم يعني، أنا قلت أنا بحلم. إيه صحوني، بقولها صحيني من الحلم، انت يعني انت بتكذبي. يتأكدوا من الخبر تاني، قالت لي سكر التلفزيون عشان ماما ما تسمع الخبر. قمت سكرت التلفزيون، رجعت اتصلت تاني عليها بقولها رغد لا أنا مش مستوعبة إيش اللي بيصير. اللي بتقول لي يوسف استشهد، يوسف استشهد. يا ريت وحلم، يعني أنا بقول يا ريت وحلم، يعني اللي إحنا فيه يكون حلم، الحرب هذه حلم، إحنا هون بنموت وبنعيش مليون مرة مع كل خبر، مع كل قصف، مع كل دمار. احنا فعلا دمرنا. صرت يعني اقول يا رب بس ما يكون اشلاء. طيب هو لما انقصف توجع اتألم حس بوجع، احنا ما بدنا كان العالم كله يتكلم عنه، احنا بدنا يضل عايش. هو عايش بقلبنا وبروحنا، بس غير لما تمسكه تلمسه تحضنه.